السلام عليكم. في هذه الحلقة من توب 10 راح نستعرض لكم ألعاب أخذت تقييم إيجابية من النقاد، لكن لسبب ما اللاعبين ما أعجبتهم هذه الألعاب. طبعا اعتمدنا في القائمة على موقع ميتاكريتيك، وكان الاختيار على نسخ الألعاب الأقل تقييم بين الأجهزة. خلونا نبدأ. في المركز العاشر، Grand Theft Auto 4. لعبة Grand Theft Auto 4 من تطوير شركة روكستار. طبعا اللعبة ضخمة ما تحتاج أي تعريف، وهي تعتبر اللعبة رقم 11 في السلسلة. من أول إصدار للعبة في وقتها بسرعة اللعبة صارت واحدة من أفضل ألعاب حصلت على تقييم ممتاز، خصوصا نسخة الإكس بوكس 360 اللي وصلت إلى 98 على موقع ميتاكريتيك، والشيء أعطى دفعة حماس كبيرة للاعبين. لكن الواقع كان مختلف. لما صدرت اللعبة انصدموا اللاعبين باللعبة، مو عشان أنها سيئة، بس ببساطة اللعبة ما كانت مسلية للبعض. اللعبة كانت تميل للواقعية بشكل كبير، ونظام ما كان جيد، وحتى سواقة السيارة كانت ثقيلة وغريبة، والحوارات كانت جدية بزيادة. هذا جزء من انتقاد اللاعبين لها، وكل هذه الأشياء ما كانوا اللاعبين متعودين عليها في جزء سان أندرياس. اللعبة حصلت تقييم من اللاعبين 6.7 من 10. المركز التاسع، لعبة فار كراي 2 من شركة يوبيسوفت، وصدرت في عام 2008. اللعبة ما كانت بقوة الجزء الأول، بس قدرت أنها تحقق تقييم جيد ومجموع 85%، والشيء ساعد على مبيعاتها. لكن اللاعبين لما جربوا اللعبة ما عجبتهم. اللعبة نجحت انها تبني عالم مفتوح وتقدر تسوي فيها اي شيء، لكن التجربة الكلية للعبة كانت تنرفز اللاعبين. منها مثلا انك لازم تاخذ ادوية وعلاجات على طول بسبب مرض البطل بمرض الملاريا، وهالشيء يمنع وينفرك من اكتشاف الاماكن احيانا، ومشكلة ظهور الاعداء فجأة في اماكن ما تتوقعها، وغير مشكلة الاسلحة اللي تخرب بسرعة واللي تجيك وانت في نص القتال وتضطر انك تدور اسلحة من الجثث. اللعبة اعطوها اللاعبين تقييم 6.4 من 10. في المركز الثامن، لعبة ماس افكت 3 من السلسلة المشهورة ومن تطوير بايوير. هذه السلسلة حصلت على جوائز وتقييم ممتازة من النقاد، وصل مجموعها 89 من النقاط. وهنا راح نتكلم عن الجزء الثالث بالتحديد. الجزء الثالث هو نهاية السلسلة، يعني حماس اللاعبين في أقصى حدة، بس اللاعبين انصدموا من النهاية السيئة بالنسبة للأجزاء السابقة. النهاية كانت بسيطة وما تستاهل أنها تكون نهاية للسلسلة على حسب كلام اللاعبين، واللي أجبر الشركة أنها تصدر إضافة خاصة للنهاية. المشكلة مو بس هنا، حتى المهمات الجانبية في هذا الجزء سيئة مقارنة باللي قبل. هنا المهمات كانت من نوع روح جيب الغرض للشخص الفلاني، وكانت مكررة بشكل كبير. كل هذه الأشياء كانت تدل أن اللعبة استعجلوا فيها. اللعبة أخذت تقييم من اللاعبين 5.7 من 10. المركز السابع، Destiny 2 ومن تطوير بانجي، المطورين الشهيرين خلف لعبة هيلو سابقا. الجزء الثاني من اللعبة حصل على إعجاب النقاد، وذكروا أنه يعتبر قفزة وحصل على تحسينات كثيرة مقارنة بالأول، وحصل على معدل تقييم 85%. بالرغم أن اللاعبين استمتعوا في بداية اللعبة بالقصة والأماكن الجديدة، بس الكثير وبسرعة حصل لإحباط من اللعبة، وكثير كان يقول أن هاللعبة ما بينت قدرات فريق بانجي وأنه كان يقدر يطور شيء أفضل. وأكثر اللاعبين يشوفها وكأنها Destiny 1.5 بدل ما تكون جزء جديد، وانها ما قدمت شيء ثوري يغير من خلطة اللعبة، وما كانت تستاهل انتظار 3 سنوات. اللاعبين اعطوا اللعبة تقييم 5.5 من 10. المركز السادس، ديفل ميك راي او DMC من تطوير فريق نينجا ثيري، اللي قدم لنا لعبة هيل بليد. هذا الجزء يعتبر ريبوت واعادة تصور للسلسلة، وكانت النتيجة عكسية تماما مع اللاعبين. بالرغم ان اللعبة حصل على مجموع او معدل تقييم 86، والنقاد مدحوها بشكل كبير وخصوصا الجرافيكس وطريقة اللعب والقصة، الا ان هالشيء ما شفع لها قدام اللاعبين. من اول اعلان عنها وظهور شخصية دانتي صار هجوم كبير على شكله وطريقة تصميمه، وفي الحقيقة ان اللعبة ما اخذت حقها من التجربة، جاها كره غير طبيعي بسبب شكل الشخصية، ومعاهم حق اللاعبين كيف تغير شكل الشخصية، تعتبر أيقونة في عالم الأكشن. وكل هذا بسبب أن كابكوم كانت تبي الألعاب اليابانية تكون أكثر قبول للشعب الغربي. اللعبة أخذت تقييم من اللاعبين 5.1 من 10. المركز الخامس، Dragon Age 2 من تطوير بايوير، والفريق بعد إصدار لعبة Mass Effect و Dragon Age Origin. خلاصة الاستوديو أسس له سمعة بأنه واحد من أفضل الاستوديوات اللي تطور ألعاب الRPG بسبب إصدار ألعاب ما تقل عن الممتازة. وحتى بعد ما استحوذت شركة EA على الفريق، اللاعبين كان عندهم إيمان بأن الفريق ما راح يتأثر بهذا القرار. حتى صدرت لعبة Dragon Age 2، وكان واضح أن المطورين استعجلوا بإصدارها. اللعبة حصلت على انتقادات إيجابية بشكل عام، والكثير مدحها من النقاد ومدحوا الكتابة والجيم بلاي وأحداث. معدل تقييماتها كان 82%. اللعبة كانت طموحة وضخمة، بس اللي شافوه اللاعبين شيء ثاني، مهمات مكررة، اختبارات محدودة بشكل كبير، وأماكن قليلة. اللعبة كانت تفتقد التنوع بعكس الجزء الأول، وهالشيء حطم اللاعبين. اللعبة أخذت من اللاعبين تقييم 4.5 من 10. المركز الرابع، إيفولف. لعبة إيفولف من تطوير استوديو تيرتل روك، ونشر شركة 2K. اللعبة قبل إصدارها كانت تسوقها الشركة بأن هذه هي لعبة المالتي بلاير اللي راح تكون ثورة وبتغير مفهوم ألعاب المالتي بلاير. وحتى قبل إصدارها كثير مدحها، وحصلت على جوائز بيست أوف شو وفي أكثر من معرض، والنقاد أعطوها مجموع نقاط 76، يعني كانت مختلطة الآراء، بس ما كانت بذاك السوء من ناحية التقييم. بس بعد الإصدار صار العكس تماما، اللاعبين اشتروا اللعبة من هنا ونتفوا فيها من جهة ثانية.
ثانية، واتهموا المطور بأنه كان يسوق على أشياء ما صارت ووعود كاذبة. التركيز على المايكرو ترانزاكشن وستيزن باس وغيرها كلها أشياء كانت تدل على أن اللعبة ما راح تكون جيدة، وكلها كانت مخاوف حتى تأكد اللاعبين منها في يوم إطلاقها. وغير هذا اللعبة كانت تفتقد للمحتوى، وحتى الجيم بلاي نفسه ما كان جيد حتى أنه يشد اللاعب أنه يكمل. اللعبة فشلت بشكل واضح، وحتى أنها صارت مجانية بعد فترة إلى أن قرروا أنهم يقفلون سيرفرات اللعبة في 2018. اللاعبين أعطوا اللعبة تقييم 4.3 من 10. المركز الثالث ستريت فايتر 5، آخر جزء من سلسلة ألعاب ستريت فايتر من تطوير كاب. الجزء الأخير والمنتظر من سنوات صدر وأخيرا في عام 2016، وحصل على مجموع 77 من النقاد. ورغم أنه ما يعتبر مرتفع، لكن كثير مدحوا في أسلوب الرسم والقتال وغيره. لكن للأسف كابكم أصدرت لعبة غير مكتملة، وكأنها كانت بس نقطة بداية. يمكن هالشيء كان بيكون عادي لو كانت الشركة قالت للاعبين أو وعدتهم بأشياء مثلا، بس اللاعبين انتظروا 8 سنوات عشان يلعبون جزء جديد من ستريت فايتر، وآخر شيء تنزل لعبة ناقصة المحتوى. مو بس لازم ننتظر عشان تحصل على محتوى، لازم تدفع زيادة عشان تحصل على التجربة الكاملة. الإطلاق بدون محتوى وأشياء مفقودة كانت المفروض تكون موجودة ومتوقعة من أي لعبة قتال. كل هذه الأسباب سببت غضب كبير من اللاعبين في وقت إصدارها. اللاعبين أعطوا اللعبة تقييم 3.6 من 10. المركز الثاني هي لعبة Modern Warfare 3 من سلسلة Call of Duty. كل لعبة من Call of Duty لازم تحصل على انتقادات من اللاعبين، هذا خلصي منه. مع ذلك اللعبة تنجح، هذا شيء تعودنا عليه من سنوات. الجزء هذا بالتحديد كان انتقاد اللاعبين في محله ومبرر، بالرغم أن الجزء حصل على تقييم ممتازة من النقاد، وصل معدلها 88%. إلا أن المحتوى ما كان قد التوقعات وأقل من المستوى، القصة ما كانت ممتازة، والنهاية ما كانت مرضية مقارنة بالأجزاء السابقة، وحتى المالتي بلاير كان سيء، الأسلحة مكررة وما في بيركس وأدوات جديدة، حتى الخرائط تصميمها سيء. الجزء هذا ما قدم أي شيء جديد للسلسلة، وما في أي جزء وصل إلى هذا التقييم من اللاعبين إطلاقا. تخيلوا اللاعبين أعطوها 3.4 من 10. وأخيرا وصلنا للمركز الأول، ومعنا لعبة ستار وورز باتل فرونت 2 من تطوير EA دايس وشركة EA. وأتوقع كثير منكم الآن ممكن يتوقع إيش كانت المشكلة. اللعبة كانت بتكون شيء رهيب لولا جشع شركة EA حسب كلام اللاعبين. اللعبة هذه صارت درس لباقي الشركات، خصوصا من ردة الفعل اللي صارت بخصوص اللوت بوكس والمايكرو ترانزاكشن. اللعبة كانت واضح إنه تم تطويرها بشكل أساسي بنظام فري تو بلاي، وEA كانت تبي تسحب أكبر قدر ممكن من الأموال من اللاعبين، وهذا الشيء سبب ردة فعل ضخمة من اللاعبين. حتى كان في موضوع في ريدت عن اللعبة ورد في أحد المطورين، وأخذ أكثر داون فوت في تاريخ الموقع. يعني فوق إن المولتي بلاير كان بنظام ادفع عشان تفوز وتحصل على أشياء أفضل، القصة كانت سيئة وقصيرة ومدتها 5 ساعات فقط. بعد الهجوم قررت EA أنها تحذف المايكرو ترانزاكشن من اللعبة بشكل مؤقت، وبعدها بأشهر رجعت، لكنها فقط أشكال للشخصيات وما تأثر على اللعب. اللاعبين أعطوا اللعبة، تخيلوا فرق كبير حتى عن المركز الثاني، أعطوها 0.9 من 10، يعني حتى أقل من 1، ما قدرت توصل 1 بتقييم اللاعبين. هذه كانت النهاية، وتذكروا أن أغلب الانتقادات اللي قلناها في الفيديو هذه كانت أراء اللاعبين، ننقلها لكم وليش أعطوا اللعبة تقييمات نازلة. يعطيكم العافية على المتابعة، لا تنسون تشتركون بالقناة، تعطونا لايك على الفيديو، نشوفكم بإذن الله في فيديو قادم، مع السلامة.